بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادة من أهداف الشباب عايزين نتعلم إزاي نقدر نرسم سايد فيو نستنتج المسقط التالت. أول حاجة لازم نعملها إن إحنا نجيب مثلث 45 ونبدأ ناخد زاوية 45 كده كده، ممكن ناخد إسقاطات أفقية وإسقاطات رأسية. ده إسقاط أفقي بالشكل ده، والدايرة دي كمان إنها تظهر ليش هنا، والدايرة دي بالشكل ده كده. عشان نبدأ ناخد إسقاط رأسي عند النقط دي كده، بعد كده نمسح الخطوط الزيادة. كده احنا جبنا المكان اللي هنرسم فيه السايد فيو. ابص من الجنب ده وابدا اركز ايه هي المستويات اللي موجوده، فالاحظ ان هو المستويين دولت هما اللي هيكونوا موجودين هنا. هنبدا نرسمهم بالطول اللي هما الاتنين دول، ده وده، عشان الدنيا تظهر معانا نظر سنك الخطوط كده. فدول كده اترسموا. طبعا عندنا مستوى من جوه اللي هو هيبقى هنا المستوى ده. عندنا خطوط داش لاين هيكون موجود رأسي وأفقي، يعني عندنا هنا خط داش، ده يبقى داش وده هيبقى داش. ده اللي هو مين؟ ده الخطين دولت يبقى عبارة عن الدايرة دي لما تبقى واقفة هنا في سايد فيو، فاللي هما الخطين دول يعني هما دول الخطين دول. فعشان كده احنا هنحول ده لداش لاين اللي هما الخطين دول، ونمسح الزيادة بتوعهم طبعا. كمان عندنا بعد الخطين دول عندنا من تاني، عندنا الدايرة دي المفروض انها تترسم داش، والخطين دول هترسموا داش، يعني الخط ده والخط ده داش، والخط بتاع الدايرة دي هنا والخط بتاع الدايرة دي هنا، يعني كل الخطوط دي هتبقى داش، يعني الأربع خطوط دول هيبقوا داش. وطبعا المفروض ان الخط ده والخط ده زي ما رسمناه قبل كده. دول الدايرة اللي هتكون رأسية هنا في البناء، واللي بره ده الدايرة الكبيرة اللي من بره، الخطين دول اللي هو الفراغ اللي هيكون من جوه. كده نكون استنتجنا المسقط الثالث. بشكر حضراتكم، بسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.